كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحديث الثالث، قال حديث طاهر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رأى عمر بن الخطاب جدوه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شينا خزر بوكو إلش نو أورش يقول: إنما الأعمال بالنيات، عمل شنية عجله، وإنما لكل امرئ ما نوى، هو قونا شنشانية نكهدو. فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكعها فهجرته إلى مهاجره. شي هجرت خلق دنيا نمان شي دنيا عخلة يزودي على الرحمة شي نية تنة تودين دول شوشوني عجنة دول. الحديث وين مخا أردوش تدعى يقرى وجه لفظ يقرى حرسي على نسوة ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الله تنير جندو عجرت سندنك إذا قابل هو بسم دير دو عردوشن تأصول تأهار در. شرح المفردات: النيات بوشتك جمع نيتي، نيت بوشن جمع نيات، نية بوكد وهي القصد وعزم القلب. إذا دقل أسر حد وقت أقدر دو على أمر من الأمور تعم بالخن تعم دي دو على أول جاية. هجرته بوك، الهجرة في اللغة لغة تاعها هجرة بوش دو عشاء الخروج أروالر دو من أرض إلى أرض سعلا تيرا قيج لا أقا. ومفارقة الوطن والأهل مخك ديوزل أه مخك ديوزل نقاستر دو مشتقة حداق دو من الهجر وهو ضد الوصل خواتر بوشنا دعا دوش دو قاستر وصل خواتر دو هجر سنا قاستر بو. وشرعا شرعة هجرة بوشنا دو مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام كرسنه مخكره مسلمه مخ كرسنه مخكه بيتردو مسلمه مخ اوردو. خوف الفتنه تقيير مخ فتنه تخوش وقصدا عال شويل شل اقامه شعائر الدين شعائر الدين دين بلغ شدايتو اشتنيتوش يصيبها بوشتك يحصلها حخل دنيا حخلت ينكعها بوشتك يتزوجها يالو زوديالو. فهجرته اشتوستك هجرت الى ما هاجرت وهجرت من شو يهدو اي جزاء عمله سنا عمل بيقم هو الغرض الدنيوي دنيا نعال شو الذي قصده سوى دقلات يوشي وإلا فلا شيء لو اشتم سنا تعاون دات دنيا نبقالات زوديالو يا دنيا سودا دنيا داني لا زوارخ إذا سنو تعام ده سبوس سنو نية سنو ديل دوع تعام. هذا الحديث جامع لأمور الخير كلها. هر حديث ديك بالخش ديل الشيء قول ديشتو شيقا. فحري بالمؤمن بسوس تكس دوخشتو الذي يريد نجاة نفسه شيديك الحار ده خلق شورشوي ونفعها وشديرنا بيد بروك شوية أن يفهم معناها المعنى قيتر والحديث معنى قيتر وأن يكون نصب عينيه في جميع أحواله وأوقاته. لأقا إيه بسوب استقاس إيش إيمان دين استقاس تنبور شتون تو إحد إيش يبارك شعر دعوه تنخلاش يمسو خولح يمسو خانحة. ففيه الإخلاص للمعبود أتو حديثا قادونا إخلاص خلر عبادة تشوف الله وهو الشرط لكل قول وعمل. نية
İhlası ise bir kan bu hora daşana amalına oruçlu. Zahiren o batinen. Dek çoğa dek du batin zahiren diye ve meyceyi isteştik. Faman ahlası a'malahu lillahi şi amal şedev duat enninaga muttabi'an fi zâlike Resulallahı sallallahu aleyhi ve sellem. Subalga elçen de ay oşa fehaz lazi amalu makbul otun amala qabul yon işte oçe fel amalu la tuhassalu amal hasahulu ve la takunu illa bi niyet niyet sene ve hiye madar sihhatiha ve fesadiha niyette iza amala nis hilar amal yon hilar şey de aleyh işte oçe lundukız aqa هي مدار صحتها وفسادها وكمالها ونقصها عمل قوش خلال عمل إيش خلال شين إعادة وشترون بإنية فمن نوى فعل الخير ديكم دنية شو وقصد به وجه الله أقا شادش توشتو شو من ثاني الله يوحدك له الله يوحده فله من الثواب والجزاء سنة يولخ ما لخير دون جزاء الكامل أوفى قوت شون شو لعال خير وصن ومن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه تأخش نية تأشي دق لا تعال شو إذا إيش مخلجن إيش جنتنا يلا إيش خلوم ومن توجهت نيته إلى غير هذا المقصد الجليل نيتا شي نية ديرزنا قميل ولا هر عال شويوش الله دعاء دوشا فاته الخير سنة ديك دعا دي الله عمش ديك النوى الله عمش وحصل على ما نوى من المقاصد الدنيئة الناقصة إذا سن صحق الله دنيا كأزيك دوش دل إيش ما عدلوش دلو عال شو نشخ عال شو نية خلتون ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا Sonra elçin o masal dağlayına liyukas aleyhi cemi'i umur. O tümün de kıyasda masu belgış. Peygamber aleyhissalatu vesselam. Femen kâne hicretu ilallahi ve rasulihi ve hicretu ilallahi ve rasulihi. Şe hicret kıllak min velaha Allah dua elçin o çiğ. Ey hasanan lehu ma neva şeriyetine kendisi. Ve vaka acruhu alallah. Yalla Allah teyvecih. ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. شي هجرة خلق من الولاء دنيا نوما. الدنيا ساخرة يا زوديا لو عالش وشتنا شا هجرة دنا كيلوصن. و وخص المرأة بعدما عم جاق يا حديث يا بام وخص آلام وخص وخص المرأة زود حق أستينا بعدما عم جميع الأمور الدنيوية مس وبلخشة دالين جلد دا دنيا بلخشة دالين جلد زود الحق هنا مثلا ومن كانت هجرته إلى الدنيا يسيبها شا الدنيا حق لا يتخص دنيا يقوم شو زود داخني مس وما الدنيا ومن مدوء الدنيا يمشي اتعاء أوبش في دار إن شاء يصوب لأدل نزول حق أستينا لبيان أن جميع ذلك بلغل دا أخشى مصوئهما لبيان أن جميع ذلك ذلك غايات لبيان أن جميع ذلك مصوئهما خلر غايات دنية لغر عالشون ومقاصد غير نافعة إشتا قوش بيد بير بو شا عال شون شو شخلر دليان وش ديوك شليا شون فوائد الحديث حديث بيد هذا الحديث أحد الحديث التي عليها مدار الإسلام هرا حديث شخص حديث دعونا بسو بن شين دعا لهش دور بسو بن شين دعا حوش دور مدار إذا أوش ولهذا قال العلماء تند علمنا أن مدار الإسلام على حديثين هو علمنا أن الإسلام لنا شن حديث ده حاوش دوال وهذا الحديث الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها إشتا رضي الله عنها عائشة حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
عمل إنك من ولا حق فأمرو دوش إذن عمل يخطو عن أبو بايمن عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث عمدة أعمال القلوب. هر حديث توج دق عمل شي بخبوة فهو ميزان الأعمال الباطنة أي لخ دق جوارش العمل شي يشنلو ترزا دور حديث. وحديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة حديثة عمدة أعمال الجوارح دي ميجي طغلا ميجي إنشاء سيرة بوبوس إنشاء توش من أي وحش. فائدة إثرائية النية هي القصد إذا نية قصد إذ للعمل عمل يتعام دقلاسر تقربا إلى الله الله نكير بوش وطلبا لمرضاته وثوابه الله ريس خلرا تنجر يالوش فيدخل في هذا تيقي دوغون نية العمل عمل نية ونية المعمولة شاء عمل يشوشو استقن دوح اسم عمل ير عمل ينية خلر عمل تحسي قالو اشتكد ونية المعمولة بوشتك عمل الله دوح يربو أي وهو الله سبحانه وتعالى الله دوح يدخلر يعني يشو العمل ينية خلر يشر شو العمل الله دعا خلال. أما نية العمل فلا تصح جميع العبادات إلا بقصدها ونيتها تأقى نية عمل نية أرجع مص عبادة شئش نيس خمشتاتون سوى نية نجيبا فرضا كانت أم نفلا فرض خلانس هي سنة خلانس ولا بد أيضا اشتا تدجي شوشتو أن يميز العادة عن العبادة عادة عبادة حقاستو ديستو. فمثلا الاغتسال يقع نظافة أو تبر عبادة حقاستو ديزال مثلا ليجر إذا ديغن سنويش يا وخور شنع شلولر حما ليج أدم ويقع عن الحديث عن الحدث الاكبر يا دوق لي تشرت ادوج مثلا شنو عندك ترجع دوق لي تشرت ادوج فول وعن غسل الميت يا ويلز تغريتش والجمعه ونعم يا غصبا لي تشر ايش تقدر شنو اسم دوشتون. فلا بد ان ينوي تقنيه تبيز ونصبو في وشي عمل ده توشي لي تشر مثلا رف فلا بد أن ينوي فيه رفع الحدث شيئاً ليجر دعا إذا أو ذلك الغسل المستعبية سنة ليجر دوزة بس إن مثل ذلك هو لي نية مثلا شل ولا رحمة أخل إذا أبوك من هي عادة تعدل يا تسلوش ليجر أما رزبا نوما ليجر نحا رزبا ليجر لنية خليزة то есть просто я вораван просто лечь через бану сонна лечь дольше нет она лечь ялха хаяс нет лечь ومن هذا تنا ضحيل المعاملات هل انشتوي معاملة يؤمت كشتيل جاها إذا عامل معاملة ظاهرها وصورتها الصحة مثلا عمل تيقمه تجيش تانس معاملة يجى ظاهرها وصورتها الصحة تنقج على الصورة كوت إذا نيس عمل مثلا ولكنه يقصد بها التوصل إلى معاملة ربوية. أما تنعال شو يدك شو عال شو عال شو وتشادش توشتو معاملة ثاني ربا دوشتو شو من يقال شو أو يقصد بها إسقاط واجب واجب دوش تلوم بعد وعد وجوه غير شوكس أو توسلا إلى محارم يحارم دوش تلوم شمني قاش غير شوكس أغلع تلوم داش تلقى حقو تسير تسا نيسم دويس أما تن نية عجنة فإن العبرة بنية ترقم نية عجن هو قصد تعال شون عجن لا بظاهر لفظي تمتي على حقل دوش تلوم شمني عجن بعد فإنما الأعمال بالنيات عمر شا نية عجن يوم إبوه دويس مثلا تستقى ناغر وقدش وصبوخ مثلا اشتتع
Naha yok, ahçın işin şusu naha vokla yeteram, naha payetkala yeteram borç. Togla adegge hagoştol kutsa, çünü dikonduz o deştik. Ama çün niye todu, az naha gere, şiyene hayuk derz o çayla. Hat esi yemiş de, mesela riba etu o hal şu yok şukas. Çünü az niyeti hajjine hırgız konuştuk. وأما نية المعمول له فهو الإخلاص أما إذا هو قال الله له عمل إخلاص فهو الإخلاص لله في كل ما يأتي به العبد وما يذر إذا إخلاص ودون عشاء قعدش دوس دلين ومس وما إذا الله له عدرا شعد يشتجى الله له عدتر وفي كل ما يقول ويفعل شامل وشتلهما شامل دش دوشما نجح قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سارك أمر دين مدازر سار الله نتن عبادة شهدين إخلاص ثاني ألبد وقال ألا لله الدين الخالص الله ندق تن دلشتلو دين مس دين الله تن إخلاص ثاني فتفاضل الأعمال عمل شاء لخر لخر سير باش خلخلة فتفاضل الأعمال وعزم ثوابها وزيال عمل يل ياخ يخلة وعظم ثوابها عظم يال يقلر بحسب ما يقوم بقلب العامل من الإيمان والإخلاص إذا إم عمل يشور شور جندك جندوغي حجن جن إيمان إخلاص حجن خريون جن يال موت جن يال خنا تجري نية في المباحات والأمور الدنيوية نية حان دوشتو جن مشكعة ليل دنيا بلغشكعة ليلس فإن من قصد لكسبه وأعماله الدنيوية مثلا سام شادوك شتول دنيا داخنينغا دنيا بلغشكاها شابو داشتول شومانغا تول دقلاتا تاقا والأعمال الدنيوية والعادية عادة عشا داشتول شترومشا تول دقلاتا الاستعانة غضا خرشيا بذلك ثم إنسان على القيام بحق الله وقيام بالواجبات الله حق لرد واجب شدايت سنة لرد واستصحب هذه النية الصالحة في أكله وشربه ونومه وراحاته ومكاسبه مثلا واستصحب هذه النية الصالحة سو اتندوش اتنية شيء أصول أصعب أصول صدق عشية يأرجع شيء ملرجع شيء وجرجع شيء صدعرجع شيء داخلي داخلرجع انقلبت عاداته عبادات شن عادة شا عبادة دورس تأخر ودو هنسا سأو يا أمي أغيش يا أمي أر إذا من أمور المباح حان البلغ شدوس يا مينا الياليتون سعاون يالياتون قدويتون قعداتون حان لهم دقز أما وزقونا وشوشا يا أم يؤشان عنية تكتو اليا أمي إنا دير دو عبادة دي دقز قرآن ديش لا مزدر دلع يا علم عام در دلع مثلا هقس يؤشو جي أمان زي أسوك مرشو تومان سين عبادة ترتع غلو تردوك أسقو من ثاني سين بعض وتردوك أسقو إنية تيجا تنا إذا يالخل شوتون تنية بعض نوش إذا دنيا داخل نقول در شو إز حانا نملو تنس قول در سوى تنسى نية تعار أخش مثلا شاس داخل شطلو دير نوقع ميسك سنبنش دل ديش جي غدا إيوش جي غدا إشتعال شو يوش داخل دوك أسقو نية تيجا شنا خيال خوشوسا شنية حاجة دوك قمدو نية تسندر عمل شكاها نية در وقد جاءت التوجيه إلى هذا بقوله صلى الله عليه وسلم توجه ودئنون إلشان دشا إنك
لن تنفق نفقة ألطف أع نفقت وسد اللعون تبتغي بها وجه الله أع نفقت لتشخينا الله دع لا أرشا إلا أجرت عليها حونة يالخلين أتع نفقت وسد الله سارين وسد اللعون أع لتشخينا ديل دع لشتوق سنة أع دلأ دل حونة يالخلين حتى ما تجعل في امرأتك ورأت الموق بايمر عليه الصلاة والسلام ورأت الأحاي زوجن بجيل شلوما سنة سنة خ يالخو شلوم كش سنة سارين على سنة خالج زوجن عاصم لنا عندها شلون تحت النفقة تلرة واجب دون واجب خلال سنة خ الله عز وجل هنا أحسن دلر ثاني واجب له تونس نفقة له تونس حسا خلوش تو اسمونا سنة خلوش يلا يوم سنة لنية كورتم دوزا الله دال ونية شتن دول ونية لوش تكشي دوا دول والحمد لله رب العالمين.